هل يجوز تغيير أصل النذر أو تغيير شيء من أوصافه إذا كان تغييره إلى ما هو أعلى وأفضل؟ فإن ذلك لا بأس به، وقد دلت عليه السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل سأله كما في المسند وغيره: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. وقالها له صلى الله عليه وسلم، قالها للنبي، قال هذا السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلها هنا. فعاد عليه وقال له: صلها هنا. فعاد عليه ثالثة قال: شأنك إذن. فدل هذا على جواز نقل النذر إلى ما هو أفضل. الآن هو نذر أن يصلي والصلاة في مكان وهو بيت المقدس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقله إلى ما هو أفضل لما فيه من الفضل واليسر، حيث إنه في مكان أفضل، فمكة الصلاة فيها أفضل من غيرها، وهو أيسر له بالنسبة للسائل، فإنه سأله وهو في مكة، فكان الوفاء بالنذر على هذا النحو الأفضل أيسر له، فيجمع الخيرين.